عندي فوبيا من حاجات كتيرة قوي، من الضلمة. أهلا واضح، مؤمن نور. كده وفوقولي عشان هقول كلام يوقف اللقمة في الزور. أغرب موقف؟ لا، مع معجبة خفت منها. يعني كنت بعمل برنامج في أبو ظبي، فكان البرنامج ده على الستيج، وهي فجأة دخلت الستيج، فأنا خفت منها وهي داخلة. بس هي كانت داخلة عادي بتسلم عادي، بس أنا كان ردة فعلي ليها كانت تخوف. وعد الجواز أهو، اللي عايز يشوفه أهو. أكتر موقف مضحك حصل لي في التصوير، ما زي مش هينفع يتقال، بس عشان انا اتهزقت، ده كان في بدايتي، يعني في بدايه الموضوع كله، بس ما كانش هينفع اقوله خالص عشان اتهزقت فيه. سهل اكذب؟ ما انا طول الوقت وانا بشتغل في التمثيل بكذب، ما هو مش انا اكيد بكذب في التمثيل بس مش في الحقيقه، مش قوي يعني. أغرب عادة؟ السهر، بسهر كتير للأسف. لا، السهر في البيت، مش في يعني بحب أقعد في البيت، ما بحبش أنزل أصلا كتير، بس بفضل سهران في البيت مدة طويلة جدا، حتى لو قاعد ما يعني تلفزيون بس أو بلاي ستيشن أو بقرا حاجة أو أي، بس أفضل في البيت. الخروج بالنسبة لي شيء موتر. فوبيا؟ عندي فوبيا من حاجات كتيرة قوي، من الضلمة عندي، بس الضلمة ما بقاش يعني الفوبيا عالجتها، بقيت بتغلب عليها يعني، بس مش ما فيش فوبيا حاجة معينة برضه. شكرا، واضح. سلام عليكم.